أنا والمرحوم كنا نايمين بآخر الليل سيدي، بيندق باب صغار، خفنا كتير. قام ابن عمي ليفتح الباب، تأخر وما عاد رجع. بحط غطاي على راسي وبلحقه، بشوف هديك الشوفة يا سيدي دمه حميمه. طيب انت شو اللي بيخليكي تتهمي سلفك مصطفى بقتل اخوه؟ لانه ابن عمي وسلفي كان على طول يتخانقوا، ومرة من المرات هددوا بنص الدكان انه رح يموتوا لو يبقى يوم من عمره. كذابة سيدي، والله العظيم كذابة. انا ما ممكن هدده لاخي، شو هالحكي هاد؟ يعني صح نحن بنختلف وبنتخانق، بس ما توصل معي للقتل. لك هذا اخي اللي مالي غيره، معقول اقتله؟ طيب في شهود على كلامك يا اختي؟ ايه شريك جوزي ياسين، شريكه بالدكانة، هو سمعه لما مصطفى كان عم يهدد المرحوم. طيب وينه جوزك؟ لحنا رحنا لا شفنا جسة ولا شفنا ميت. يا سيدي انا لما شفت جوزي بهديك الشوفة فتت على البيت وصرت اصرخ والويل. لما اجوا الجيران ما لقوا لا جسة ولا شي. وين رحت بجسد اخوك؟ انت هددته قدام شريكه وما حدا له مصلحة بقتله غيرك انت، لانك دائما على خلاف انت وياه. وين رحت بالجسة؟ سيدي ما دام هيك القصة فأنا بدي أحكي، ما دام هاي المخلوقة بدها تلبسني التهمة فأنا بدي أحكي حكي وصعب علي كتير. هات لشوف، احكي يا مصطفى. سيدي هاي الحرمة كانت عم تخون أخي مع شريكه ياسين. ايه سيدي، وأنا حاولت له لأخي بس هو فكرني اني بدي زله واكسره بعرضه وشرفه، ومن وقتها صارت خناقه كبيره بيني وبينه، وحتى هو اللي هددني مو انا. ومن وقت هديك الخناقه انا ما عاد شفته منه. الله لا يوفقك يا كذاب، الله لا يوفقك يا مجرم. سيدي لا تصدقه، لك هاد مجرم بيطلع كل شيء معه بده يتعني بشرفي. يا سيدي بوس ايدك. لكن لك فكره اختي، الموضوع صار عندي. حراس اشحطوه. قاعدة فوق عملتك السودا، بدك تتهم الناس بشرفها؟ اطلع قدامي لشوف. اطلع. الله يخلي لنا اياك يا سيدي، روح الله يجبر بخاطرك الهي. لك هذا مجرم بده يسوي سمعتي. كله خير يا اختي، كله خير. نحن راح نحقق معه وان شاء الله الامور تبين. طيب كتر خيرك سيدي، كتر خيرك ويجبر بخاطرك يا رب. الله معك. عفيفة لك شو صار معك؟ طولتي لك عصفور كريم من الخوف. لك أنا عفيفة عسن ورمح سيد، من خطط ونفذ وصار مثل ما بدنا وأكتر، وندك الكلب مصطفى بالحبس. ولك يا عيني عليك، هذا الكلام اللي بنسمعه ان شاء الله بتقبري قلبي. بس انتبه تقبرني، بجوز يسألوك عن التهديد اللي هددك اياه مصطفى. خليك حذر. لك لا تخافي، ولك انا بعجبك. اما لانك عاجبني صار كل اللي صار. والله وعرفت زلك يا معلم لطفي، أخذت منك حياتك وشغلك ومرتك، وفوق كل هاد زديت أخوك بالحبس، وهلأ صرت أنا المعلم والشغل كله لإلي. بسم الله الرحمن الرحيم.
خير الله والنبي. بدخيلك شو جاب هالقلابيرة هون؟ مين في هون؟ ولك ابو حمدي شو عم تحكي انت؟ ولك لطفي ميت، شلون بده يجي ويتفق معك على البيعة؟ لك شو عم تحكي لك عمي؟ شو هي ميت مو ميت؟ شو عم تخرف انت؟ لك امبارح كان عندي واتفقنا انه نجي بناخذ البضاعة من الدكان، وهي الصك اللي بيني وبينه. شري تفضل. لعمة انت متأكد من هذا الحكي؟ امبارح لا حول ولا قوة الا بالله العلي. لك شبكك عمي رح تجنني. امبارح لعمة شو اللي عم بيصير؟ لك انا قتلته بايدي هدول وسديته بالبرية. لك وين رحت؟ لك خلصني. لك عمي اخذ البضاعة ولا ما اخذها؟ بدي امشي انا. لا شيل البضاعة وامشي عمي. عم تصير معي شغلات كتير غريبة. حاسة لطفي ساكن معي بالبيت. أعوذ بالله أنا كتير خايفة. لعمة وأنا اليوم إجا لعندي أبو حمدي وقال لي إنه لطفي مبارح إجا أخذ البضاعة كلياتها من المحل، ولك أنا صفيتها الحديدة كمان. قولي على أمتي ليكون عايش ياسين. لك ياسين أنت تأكدت إنك قتلته؟ شلون لك؟ ولك أنا قتلته بإيدي هدول وزتته بالبرية، وهلا بتكون الكلاب نقشته نقش. معناها روحه، هي روحه عم تحوم حوالينا مشان تعاقبنا عن اللي عملنا. لك شو روحه وما روحه؟ بطلي هذا الحكي كلياته، احملي حالك وروحي على البيت هلا بلا ما حدا يشوفنا بالحاره، وانا المسا بجي لعندك. روحي من خلقتي. لك لطفي إذا طلع عايش رح يخلص علينا نحن الاثنين. ياسين ببوس إيدك لاقي لنا حل. طولي بالك عفيفة، طولي بالك وخليني أفكر مظبوط. شو رأيك نطلع برات الحارة كلها؟ يعني نهرب؟ إيه صح، لازم نهرب أنا وإنت. معناتها قومي ضبي أغراضي وخلينا نمشي بسرعة. يلا. شو عفيفة؟ فكرة بدك تعملي حملتك وتهربي؟ لا كنت بدي وانت يا شريكي يا رفيع عمري طعنتني وخنتني مع مرتي واخدت لي شغلي وبصمتني وانا فاقد الوعي ورميتني لوحوش البرية، آخر شيء لزقت التهمة بأخي. أنت نسيان إنه أنا المعلم لطفي ما؟ نسيت! لك أنا لحمي مر ما بيتاكل، بس شوف حكمة رباك ما متت ورجعت لعندك حتى أخذ بحقي حق الظالم هو الموت. ابن عمي
خليني اشرح لك، خليني بس فهمك. انت الحمد لله انك طلعت عايش. الحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله. انت اجيت بالوقت المناسب مشان تخلصني من هالظالم.